مرحبا. الراسموس وهو برنامج تبادل خاص بطلاب الجامعات الأوروبية، ويشير إلى برنامج دعم من الاتحاد الأوروبي، وقد أطلقت تسميته تيمنا بأحد رواد الحركة الإنسانية في أوروبا في عصر النهضة إيراسموس فون روتردام. ويشجع البرنامج على تنقل الطلاب داخل الاتحاد الأوروبي. إن المكونات المركزية لبرنامج إيراسموس هو الاعتراف بوحدات الكفاءة للمقرر التعليمي في الخارج، استنادا للنظام الأوروبي لاحتساب المواد الدراسية بين الجامعات الأوروبية والدعم المالي لطلاب برامج التبادل. يدعم برنامج إيراسموس الإقامة الدراسية والتطبيق العملي في الخارج خلال فترة الدراسة، كذلك الإقامة التعليمية إضافة لتدريب موظفي الجامعات بصفة عامة. برنامج إيراسموس مفتوح لجميع الطلاب الذين يدرسون بانتظام في إحدى الجامعات المشاركة. منذ عام 2014 تم دمج برنامج إيراسموس مع برامج أخرى تحت اسم إيراسموس بلس.